الحمد لله على السلامه يا كمال بيه. ازيك يا بدريه؟ الله يسلمك. اهلا، ازيك يا فريد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهلا اهلا، ازيك يا حاج زيدان؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك، منور. اهلا، ازيك يا جعفر؟ لينا نصيب نشوفك يا استاذ كمال قبل ما نسافر. كتر خيرك كتر خيرك. ازيك يا مرعي؟ الله يسلمك. اتفضلوا اتفضلوا، اقعدوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا فريده؟ الحمد لله على السلامه. انا جيت باسرع ما يمكن عشان اقدر اشوفكم. كتر خيرك، هو ده العشاء برضك. اتاخرت الليل كمان، انا قلقت عليك وبطلبك على الموبايل. لا، اصل ما خدتش الشاحن معايا والبطاريه كانت فضيت. طب ما تتفضل تقعد تتعشى معانا. انا فعلا جعان جدا، انا اكيد حماتي بتحبني. طبعا اذنكم هغسل ايديا واجي على طول. اتفضل. ميرسي يا كمال انك ما روحتش المكتب وجيت تسلم على الجماعه. اصل انا بصراحه حسيت ان انا مقصر في حقهم، فقلت اجي بسرعه واقابلهم قبل ما يسافروا الليله. ميرسي قوي. انا كمان راجع هلكان، المشوار كان طويل، قلت اروح البيت استريح احسن. كلمتهم من السكه في المكتب وقلت لهم يلغوا كل مواعيد الليله. كلمتهم من السكه؟ ايوه، اصل احنا وقفنا نريح شويه في الجيزه. كلمتهم من الكافيتيريا اللي قعدنا نشرب فيها شاي. انا ما رضيتش اكلمك عشان الحق اجي بسرعه. انت اشتريت كرافتة جديدة؟ ايوه، اصل الكرافتة دي اتدلق عليها شاي، فوديتها اللوندري عشان تتغسل، بس ما عجبنيش طريقة التنظيف، اشتريت كرافتة جديدة. ده انا حتى اشتريت كمان ملابس داخلية. وقفت ليه يا ابويا؟ في حاجه؟ العجله نامت. والعجله دي ما تنامش غير واحنا داخلين البلد. ايه اللي جاب المسامير دي كلها على الطريق؟ يمكن وقعت من عربيه تانية. طب شيل المسامير دي من على الارض، لا تفرقع عجله تانية. حاضر، نغير العجله اللي نامت. عنك انت يا ابويا. زهراء سويحت. هضرب مرعي رصاصه في قلبه، هاخد بطار ابونا الله يرحمه، هحرق قلبهم عليه زي ما حرقوا قلبنا على ابونا. جننت يا كبا؟ جننت عشان هاخد الطربونة؟ مش وقته دلوقتي يا زهران. امال وقته ميت يا رضوان؟ بقول لك ايه، احنا بقالنا 5 سنين مستنيين الواحد خزيان اهل البلد قالوا وشنا. انت ناسي قريبتهم مين؟ ما ناقصينش مشاكل دلوقتي. هي ست الوزيره دي عندينا لانها وزيره، ولو حد من عيلتها اتخدش هتقلب الدنيا على دماغتنا، ومش انت لوحدك اللي هتروح فيه. يعني ايه؟ قبره يلمهم كلهم. ما عايزنيش اخد طربوي. هتاخد طربوك، والطلقه اللي بدك تطخها هتطخها، وتاخد قلب مرعي وروحها كمان. ميتة. لما تسيب الوزاره وما يبقاش في يدها شيء، هي هتفضل وزيره طول العمر ياك. اتفضل يا سيدي، اديني مضيت لك. تسلم الايادي يا الوان بيه. وادي المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. تمام يا علوان بيه؟ ايوه تمام. ايه ده؟ انتوا مين؟ وازاي تخشوا عليا بالشكل ده؟ واقعة الرشوة متسجلة صوت وصورة. معالي الوزيرة، معالي الوزيرة. ايوه جابر. علوان الدرملي الرقابة الإدارية قبضت عليه متلبس برشوة. كده؟ عظيم. هو ما عليكي كنت عارفة ولا ايه؟ كل حاجة تمت بالتنسيق معايا خطوة بخطوة. ألو، اهلا يا دلال. لا دلوقتي ببلاش، انا مش فاضي. طيب بعدين. اصل يا ستي الوان الدرملي وكيل الوزاره اللي كان حاططني في دماغه، الرقابه الاداريه قبضت عليه متلبس برشوه. الحمد لله ان ربنا كشفه.
أنا بقى أول ما جات لي المعلومات من مصدر بتاعي رحت مجهز الكمين وطلعنا على طول. ياسر وبعدين بقى؟ هو أنت مالكش سيرة للمجرمين؟ أمال عايزين أتكلم في إيه بس؟ تقول الأكل عجبك ما عجبكش كده يعني. لا من حيث الأكل بقى أنا ما أقدرش أتكلم، الأكل عجبني جدا. تسلم إيدك يا حماتي. البركة في البنات. لا معلش مش ماما اللي طبخة المرة دي يا سيادة المقدم. أمال مين؟ أهم أهم نحن هنا، أنت مش واخد بالك ولا إيه حضرة الضابط؟ انت اللي طبختي؟ احنا الاثنين. اول ما عرفنا ان حضرتك وافقت بقى على عزومتنا لا انا رحت الكليه ولا نجات راحت شغلها وقعدنا نعمل لك الاصناف اللي بتحبها. لا بس انا ما كنتش عارف ان نجات طبخه بريمو قوي كده. انا كده لازم اخد بالي بعد الجواز. تاخد بالك من ايه؟ من طبيخ نجات، من الاكل الدسم ده. كده هتخن يا حماتي، مش هعرف اجري ولا حراميه. نجات قالت لي ان التنقلات الجديده في شغلك كمان كام شهر. فعلا يا حماتي. طب يا ريت يا اخويا تطلب منهم يعني ينقلوك في حته امان ان شاء الله المرور. انا مش عارفه ليه ماما طلبت من ياسر الطلب الغريب ده. قصدك يعني حكايه نقله؟ انا برضو مش عارفه ايه المناسبه يعني، ده انا حتى لاحظت ياسر اكل بسرعه ومشي على طول. انا مش عارفه ماما بس بتفكر في ايه، انا حاسه كده انها مش بتحب ياسر. وبعدين هو قام شكله كده متضايق وهي ما هنش عليها الطيب خاطره حتى ولو بكلمه. طب ما تساليها بدل الحيره اللي انت فيها دي. اسالها؟ شفتي البلوزات اللي جابتهم لي شروت؟ يجننوا صح. امتى يا رب اتعين في الخارجيه وسفرتنا اللي في باريس؟ عارفه ساعتها هلبسكوا كلكوا على الموضه. ايه يا بنتي انت مش معايا ولا ايه؟ لا لا سامعاك يا سوسن. شروت دي صديقه ما فيش زيها واهلها ناس فوق قوي، ده انا عرفت حتى من كلامها ان مامتها صديقه فريده صدقي الروح بالروح.